هكذا متابعينا مستمعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط ينطلق. تابعنا الشوط الماضي الذي ذهب مع ملفت سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، سجل 6 دقائق و17 ثانية بفارق كلاس، بينما المركز الثاني لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري. هكذا متابعينا مستمعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط ينطلق. هذه التحديات الملموسة. نقدم الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا السباق بالمتابعة الدقيقة بهذه الأشواط، ونقدم الشكر والتقدير إلى مؤسسة هجن الرياسة على هذه المشتريات الذي وضعت التسعير هناك بميدان الوهبة، والمشتريات موجودة ممكن في كل ميدان من ميادين الدولة. نسير بهذه اللحظات، نسير بشوط جديد هو شوطنا الثامن بمجموعة الأشواط، والشوط الثامن يحمل في كشوفات الجعدان المهجنات الاصايل. نسير على مقدمة هذا الشوط، الاحظ هناك على المركز الاول، الاحظ من قبل جزيل، يا جزيل من يقدم لنا جزيل حمد بن علي بن شطيط الوهيبي، والغدوم بدا بالاختطاف على مقدمة هذا الشوط. هذا هو راحي، راحي يا راحي، من يقدم لنا راحي منصور بن مبارك بن علي بن عزيز الشريفي. انتقل الان مع المركز الثالث، ثالث المراكز. تكرم عينك، تكرم عينك، وتكرم عينك ابو عيلان اللي قدم لنا، تكرم عينك اسعادة عيلان بن عبد الله المهيري. ننتقل الان مع المركز الرابع، نجد في المركز الرابع متواجد نجد، يقدم لنا نجد عبد العزيز بن سعود بن راشد الشامسي في الوقت الذي ننتقل الان مع المركز الخامس. هناك من الزاويه الاخرى اللي قابض له زاويه، هذا العابر، العابر يا العابر، حمد بن السهيل بن علي بالاسود العامري. ننتقل الان الى المركز السادس، سادس التحديات، هذا هو السادس اللي قادم الان. ايضا شعار ابو حمد يقدم لنا، يقدم لنا بدران سيف بن احمد بن زيتون البهيري. والمركز الثامن، وصول مع المركز الثامن من قبل ميسور رقش بن السهيل بالدحبه العامري. والمركز التاسع، هذا هو التاسع، المفتي، المفتي علي، السيد علي بن مبارك بن محمد الشامسي في الوقت غير الان وانتزع المركز التاسع. بالفعل المركز العاشر، عاشر التحديات، عندك سليم، سليم بن محمد بن سالم الدرعي يقدم لنا مزعج بهذا الشوط. هذه النتيجة متابعينا الكرام، عدينا 10 مراكز بهذا الشوط. وهناك ايضا هناك اسماء قوية ترقبوها في الكيلو المتر الاخير، حوالي 35 قعود، لم يحين موعد دخولا الى الدائرة الاعلامية على مقدمة هذا الشوط. نكتفي بالعشرة المراكز الاولى، نسير على مقدمة هذا الشوط. هناك التغيير على مقدمة الشوط اللي بدأ بالتغيير. الله، شاهين السيد علي بن سالم العرياني، العرياني راح بمقدمة هذا الشوط، راح بالمركز الأول على مقدمة هذا الشوط. شاهين على مقدمة هذا الشوط، علي بن سالم العرياني يقدم لنا. لا شاهين على مقدمة الشوط، بدأ بالانفراد مع المركز الأول، ما شاء الله مع مقدمة هذا الشوط. ولكن أشوف هني الحابل بالنابل، بدأت الأسماء انضم إلينا، بدأ بالاقتراب المفتي علي بن مبارك بن محمد الشامسي. والمركز الثالث مع
مزعج مزعج اسري بن محمد بن سالم بن سالم الدرعي، والمركز الرابع راهي منصور بن مبارك بن علي بن عزيز الشريفي، المركز الخامس شوف اللي قادم اللي قادم عزم حمد بن سيف بن فالح الشامسي، والمركز السادس تكرم عينك سعادة عيلان بن عبد الله المهيري، والمركز السابع وصل مقامر ناصر بن مغيل الحميمي، المركز الثامن الله 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 بدأت تحلو المنافسة بهذا الشوط، ولكن خلاص روح هناك روح روح مع العياني مع شاهين علي بن سالم العرياني على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام الخمسمائة متر الأخيرة، نقول جولة الوامر جولة الوامر يا شباب يا متابعين على مقدمة هذا الشوط. راح العرياني راح العرياني علي بن سالم العرياني العرياني من يقدم لنا شاهين بهذا الشوط. بدأ الآن ونقول ونقول وينه وين الموقع حرك العرياني روح روح جهز القعود جهز ام بغيت التوقيت روح روح للعرياني. ونقول خلاص علي بن سالم العرياني من يحكم القبضة بهذا الشوط يسجل حضوره مع وجود شاهين. تهانينا والناموس مع استراحة المحارب من يصل معلن الفوزي، والناموس نقدم التهنية الى علي بن سالم العرياني. المركز الثاني المفتي علي بن مبارك الشامسي، المركز الثالث عند سليب محمد الدرعي، المركز الرابع 15 المركز الرابع الشبابي عبد الله بن سالم بن سلطان التبي، والمركز الخامس السيد سالم بن مغير بن سالم العميمي مع مقامر التغيير الزمني 6 دقائق 14 ثانية يسجل شاهين.